دائما مع ريمكو باوتو فوكس، واليوم معنا النيسان، طبعا العملاق الكبير بعالم السيارات الياباني. والتراز اللي حنشوفه اليوم كمان اخذ ضجه كثير كبير بلبنان، خاصه التراز الجديد لنحكي الاكس تريل مع ميس بترا معلوف. هاي بترا. هاي جورج. يعني الاكس تريل الجديد فعلا كان نقله نوعيه كثير كبيره من التراز السابق للتراز الحالي. ومعك حق باللي قلته، نيسان المصنع العملاق الياباني بعالم السيارات بالعالم كله، وريمكو اللي بدي احدد ان احنا رسمنا يونس للسيارات. نحن عندنا وكاله نيسان من سنه 1957، نحن من اول من جاب وكالات السيارات على لبنان. هلا نحن معنا نيسان، جي ام سي، انفينيتي، لادا، ماكلارين، كاوازاكي، نيسان تشيري، قلنا تشيري اكزاكتلي، كلهم باداره رسامني يونس للسيارات ريمكو. وهيدي اكبر ثقه نحن بنعطيها من اسمنا اللي اثبت حاله كل هالوقت لكل الزبونات. عم نشوف الاكس تريل جورج، بولد ديزاين، طلعنا من الكونسرفاتيف بوكسي ستايل، اذا بدك فتنا على اللوك الدارج اكثر، هو الكيرفي لوك. اكزاكتلي، فيوتشرستيك كيرفي لوك. عندك اللاينز مع الويفز الموجودين من اول السياره لاخرها، عندك المسلز الموجودين فوق الدولاب تبعها، الالوي ويلز الموجودين اللي بيعطوها ستابيليتي اكثر على الطريق وبتر هاندلنج اكيد. عم نشوف الرير سنسورز طبعا حسب الديزاين، حسب الجريد اللي انت بتختاره، لانه الاكس موجوده بديفرنت جريدز، هلا رح نحكي عنهم اكثر. شاون دو فيزيون كثير كبير، عندنا الرير وينج تبعها اللي عطيها سبورتي بروفايل من اول اكزاكتلي من اول كروس اوفر اللي انعملوا بين نيسان اس يو فيز. اذا بدك هي كانت الاكس تري، بلشت هيدي الثيرد جنريشن، الاكس تري بلشت من سنة 2002، واكثر سياره عندها اسم بالسوق اللبناني. صح، عم نشوفها كثير على طرقات، خاصه على الطراز الجديد ميد ان جابان جورج، يعني مش تجميع تصنيع غير محل، قطع تجميع تصنيع وتوزيع من اليابان. باليابان. رح ننتقل لداخل السياره، نتعرف على الاوبشنز الكتار اكيد موجودين داخلها مع بترا. يعني الفخامه امر اساسي داخل السياره، وساعة كمان. الحلو كتير ستيتشينج بالتابلو كمان ليذر مع الستيتشز. معك حق جورج، عنا الفولون الدي شيب اللي بيساعدك طبعا رياضة اكزاكتلي، بيعطيك السبورتي لوك من جوا، بنفس الوقت بيساعدك تكون عم بتفوت على السيارة بلا ما تدق اجرك وتأذي حالك. الجلوسي بلاك الموجود على على الداشبورد اللي مدوي السيارة وعطيها كتير أليغانس مع الفيتاس كمان اللي فيها، مثل ما حكينا الجلد وين ما كان مع الكرام، أكتف ستيرينج ويل، عليها البلوتوث، أوديو كنترول، كروس كنترول، هو الستاندرد أوبشنز على كل الجريدز بالأكستري اللي منجيبون. عم نشوف قدامنا درايف كمبيوتر بيعطيك كل الانفورميشن تبع السيارة لدل على تواصل أنت مع أنت وعم بتسوق وتفهم على سيارتك شو عم بتصير من مصروف لقد بنزين بمشيك وغيرها من الاوبشنز كمان. ديجيتال كله قدامك. عم نشوف سكرين حسب اكيد الجريد اللي بتختارها، تاتش سكرين، فيها البلوتوث اوريدي موجوده، في عندك الماب تبع لبنان، اوديو ستريمينج اكيد حسب الجريد اللي بتختارها بيطلع لك السكرين. كمان هون عندنا سيستم اللوك، بنحطه طويل او فور ويل، مزبوط انت بتتحكم فيه، هذا بيساعدك بالمصروف وبال انت تتحكم بالهاندلنج تبع السياره. طبعا بتعملها تو ويل بال نورمال رودز على الهاي واي، طالع جبل، كوع، اذا حط السياره بتحولها على اوتو يعني فور ويل، وعندك لوك كرمال التغريز اكيد على الثلج او اذا في وحل او شيء. 100% زيرو جرافيتي سيتس، داي ريدوس ستريس اللي احنا بنعيشه كل يوم، بيشدوا الظهر، بيحضنوك كمان لانه هيدا اس يو في، سو خاصة على الكواع، على الكواع ممكن تكون عم بتميل اكزاكتلي. سو عندك اللي بيحضنوك بالسياره مع الهدرست اكيد كبيره واسعه، حلوه كثير، هيدا من انجح السيارات اكيد، حلوه السياره موجوده عن جد. بس تفوت عندك كمان هون الصن جلاسز كمان مكان حلوين، هو ديتيلز بالسياره يعني دائما بنعوزهم مع كاب هولدر هون صغار بس كتير مهمين وبيريحوك وبيشدوك للتعامل اليومي مع سيارتك. صح. رح تابع ديسا معك بترا، نحكي انجن سيفتي واكيد نرجع على الديل موجود اليوم على سيارة النيسان بالسوق اللبناني.
تابعين حديثنا مع بيترا اكيد عن السياره. وصلنا نحكي عن انجن. عندنا محركين او محرك واحد اليوم؟ محرك واحد هو 4 سلان 2.5 لتر 170 هورس باور تيبترونيك ترانسميشن. بتجي 7 سبيد السياره اكيد وموجوده بديفرنت جريدز. عندك التو ويل درايف فرونت ويل اكيد يعني ما بتزحيت, وعندك الفور ويل, والفور ويل عندنا منها ب 5 سيتر وعندك 7 سيتر مع فيري ايزي اكسس للثيرد رو من الاولاد كعائله. سيفتي وايز فيها اي بي اس, اي بي دي, بريك اسيست, في دي سي. يعني السياره بتقطش بنزين وبتستعمل بريكس اوتوماتيكلي اذا كان عندك تصحيط او عندك كورنرينج وما قدرت تسيطر عليها للسياره. مجهزه بكل مواصفات السلامه الحديثه والمطلوبه هلا, وهيدا اهم كل واحد اكيد. شكلها كومباكت, هي اس يو في بس كومباكت بنفس الوقت للبلد, وقويه مع مصروف كثير 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 حلو لفور ويل درايف بهيدا الحجم. طبعا هلا صار وقت توصل للديل, في شيء سبيشل اكيد مثل العاده. لنشوف شو بحضرت لبترا باخر فقره اليوم, شو الهوت ديل موجوده على السياره نيسان نيسان اكس تريل بسوق. يعني جولة شاملة قمنا فيها على السيارة مع بيترا, من شكل الخارج الحلو كتير للإكس تريل, للداخل والأوبشنز دكتار, الأنجن النشيط جدا مع مصروف بنزين ممتاز. نرجع نذكر انها يابانية 100% كمان 100% جابانيز كار, بتاخد ثقة 100% وتجميع. نعم نيسان اكس تريل الاوفر تبعها مغري كتير, صار حقها ستارتنج 25900 اكسكلودينج في اي تي مع فري ريجستريشن. صار كتير افوردبل للسيارة بهيدا الحجم بهالمواصفات بهيدا قوة الموتور. بالنهاية عم تاخد نيسان ريسيل فاليو كتير عالي, قطعها موجودين بالسوق كتير, بترجع بتنباع بتحافظ على سعرها. ما تاني وهي السيارة لترلي جورج ما بتعمل شي غير بتحط بنزين فيها وما بتشوف بالجراج غير على regular maintenance. مكفولة على 4 سنين أو 100,000 كيلومتر مثل العادة, وأكيد موجودين بالشياح دبي بعقلين فيردان. بليز احكونا على 1599 أو على كل السوشيال ميديا اللي عنا إياهم, ونحن ready for test drive for more info أكيد. شكرا بيترا على كل المعلومات. بكرة أكيد حلقة جديدة سيارة جديدة, تابعونا بأوتو فوكس كل يوم سيارة. إلى اللقاء.